حظيرة المنشآت الطبية بولاية عنابة تعززت بعديد الهياكل والمرافق، منها مستشفى للاستعجالات الطبية الجراحية ومركز جهوي لحقن الدم، بالإضافة إلى عيادات جوارية متعددة الخدمات من شأنها توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين. هذا المركز يعتبر مركز جهوي، حيث أنه يتكفل بمرضى ولاية عنابة ومرضى الولايات المجاورة اللي هما 5 ولايات. قبل كنا نعانيو شيء كبير خلاص، يعني شيء كبير بكل خلاص، دوك حنا في رحمة كبيرة خلاص، بكل وكاين الطب وكاين في كل دقيقة تجي تلقى طبيب، تلقى فرملية، تلقى ما شاء الله بكل ما يعني ما في رحمة كبيرة خلاص. كنا نعانيو والحمد لله فرجنا ربي مستشفى وليداتنا والحمد لله، كنا في تمرميد كبير والحمد لله نشكر الدولة. عملية رقمنة المستشفيات والمراكز الصحية ستأخذ طريقها للتعميم عبر مختلف ولايات الوطن. في إطار الرقمنة، وهو كل مواطن يأتي ينتظر دوره، له رقم معين يمر عند الطبيب، وهذا الشيء التنظيم يعبر عن حضارة الإنسان الجزائري، أننا متحضرين ونعرف باللي الأمور هذه يتم التكفل بها بالعصرنا وعطت ثمارها. توفير مرافق صحية بمواصفات عالمية وتحسين خدماتها من أهم المحاور التي تنتهجها الدولة لضمان حياة كريمة للمواطن.